استكمالا لمشاريع سيل التنموية والاقتصادية، وبالتحديد فيما يخص مشروع الدعم بموضوع الأمن الغذائي. كان اتجاهنا بالسابق بزيادة المكننة وتأمين البذور وزيادة الأراضي الزراعية ومساعدة أكبر عدد من المزارعين لتحقيق أهدافنا. اليوم من بعد مراحل متقدمة بالعمل وصلنا لنتيجة أنه صرنا بحاجة لتأمين المياه لأكبر عدد من المناطق اللبنانية ليستفيد منها أكبر عدد من المزارعين. المرحلة الثانية لسيل هي موضوع استثمار المياه عبر إنشاء بحيرات ترابية أو عبر وصل المياه من منطقة لمنطقة عبر الأقنية أو الأنابيب البلاستيكية وتأمين المياه للبساتين الزراعية. ضرورة نستكمل ونطور عملنا بموضوع المياه ونوصل المياه لأكبر رقعة وأكثر مناطق بلبنان، بيكون هيدا عم بيأثر إيجاباً لمصلحة المزارع وعم بيساعد بموضوع الأمن الغذائي ودعم المناطق الجبلية والساحلية بتأمين المياه للري. لبنان بيتمتع بخاصة جغرافية كتير مهمة، في كمية متساقطات كتير كبيرة بطال السلسلة الغربية والسلسلة الشرقية واللي بيناتهم. هلأ كمية متساقطات 10 مليار متر مكعب بالسنة، نحن مش عم نستعمل منها أكثر من 10% للأسف، فلبق المي عم تقدر تأدينا ولا المساحات الزراعية عم نقدر نرويها. والحل هلأ نحن أنه نحن بدنا نعمل water retention بارتفيشال ليكس، ارتفيشال بوندز، هيدول نقدر نستعملهم بمحلات طبعا بتحددها وزارة الطاقة، بتحددها وزارة الزراعة كمان تما نكون عم نأثر على المياه الجوفية. الارتفيشال ليكس اند بوندز وقتها بيكونوا محطوطين بمحلات مفيدة، بمحلات نقدر نحفظ فيهم المي، وطبعا توزيع المي منهم بيصير بطريقة هينة، بيصير بطريقة نقدر نروي أكثر أراضي زراعية، بنكون عم نحل مشكلة للمزارع، مشكلة للمواطن، ومشكلة طبعاً للشعب اللبناني بقصة السلامة الغذائية تبعيته. أهلا فيكم بالعقورة، نحن هون على ارتفاع 1350 متر حيث بتبلش أو نقطة بالعقورة فيها تفاح. كميات المي ما كافية بالعقورة، نحن في عنا نهر مي بيروح على البحر اسمه نبع الرويس، تضخينا مي من النهر، هالمي بدل ما تروح على البحر قدمت لنا سيل محطة طاقة شمسية، صرنا عم نضخ حوالي 10 ساعات باليوم من النهر لبعد 3 كيلومتر من مصدر المياه. لو ما هالمحطة عم بتساعد حوالي 100 مزارع عم نروي أكثر من 300 دنم أرض، وهذا كله بفضل سيل اللي ساعدتنا ودعمتنا إن كان بالتمديدات الأساطيل سابقاً وبالمضخة وحلق حالياً بالطاقة الشمسية، وعم تعطينا نتيجة أحلى ما يكون في كهرباء 24/24 بقوة المي. شكراً سيل اللي عم بتخلينا نبقى مستمرين بأرضنا، متشبثين بأرضنا، وما عم نتخلي الهجرة الريفية تفل من هالجبال إلى التفتيش على وظائف تانية، متمسكين بأرضنا وبسجرنا، وهذا كله بدعم سيل.